كل واحد فينا يمر بظروف يمكن تأثر عليه وتغير حياته. السلام عليكم، كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله طيبين. وعشان نتجاوز هذه الظروف لازم تكون عندنا شخصية قوية وطاقة إيجابية غير طبيعية. عشت ومريت بدول كثيرة في حياتي، وأصعبها كان العيش في سوريا. هذه الدولة اللي يتميز شعبها ببشاشة الوجه وطيبة القلب. الشرطة معاملتهم تغيرت أول ما دروا أن نحن صوماليين وعندنا جوازات صومالية. في فيديو اليوم خلونا نرد لقبل بدايات الحرب في سوريا. بيت خالتك معناها تختفي ولا حد يعرف عنك. وراح أخبركم بعض المواقف اللي مريت فيها في ديك الفترة. أعطونا لايك يا الربع واشتركوا بالقناة. والله أنا مو مصدق، طفنا 10,000 والحمد لله لين تصوير هالفيديو 13,000. هذا بفضل ربي، بفضل دعمكم الكبير. الصراحة ما قصرتوا، أنا ما أدري شو أقول لكم، أنتوا خلاص استويتوا ربعي وناسي. في واحد من الإخوان سأل ما معنى كلمة الربع؟ كلمة الربع يا طويل العمر يعني صديقي، صاحبي، يا الربع. أنتوا كلكم ربعي وناسي الحين. بعدين ما شاء الله القناة استوت عليها تفاعلات، وفي ناس تمنشني صراحة ما أعرفهم ولا عمري طلبت من حد أن يمنشني، بس سبحان الله المحبة من عند الله. قولوا ما شاء الله يا الربع. نبغي نرحب بمشترك جديد أنا شخصيا أتابعه، عمر زكي، شاب عراقي يسوي فلوقات من أمريكا وما شاء الله أكثر من 3 مليون. وأنا سعدت جدا بتعليقه، وإن شاء الله نتشرف معرفته في المستقبل. الحمد لله المحتوى بدأ يوصل وهذا هدفي. مشكورين على دعمكم، بس اليوم أنا جاي أفضفض في أشياء في داخلي صراحة أبغي أتكلم عليها، لأن الناس وايد يسألوني أنت كيف كانت حياتك في سوريا، أتكلم عليها مواقف صارت وياك. ففي بعض المواقف اللي مرينا فيها صراحة يعني محزنة، بغيت أكلمكم عنها. إن شاء الله يعجبكم فيديو اليوم. ابدأوا بلايك واعطونا رأيكم في التعليقات تحت. تعال نبدأ الفلوق. زين يا الربع، انا تكلمت وياكم في فيديوهات سابقة اني انا طلعت من الامارات غصب عني، وكنت مصدوم والحال ما كان عاجبني، ونحن انتقلنا على سوريا. وطبعا في الطيارة انا حزين وافكار مشتتة وما كنت افكر عدل، حتى كل همي اني انا يعني ابغى ارد الامارات. زين، ونحن في الطيارة عاد بدينا نخطط. بعدين قلت خلاص يعني أروح سوريا أقبل الوضع، خلاص الحين ما في تراجع، نخطط يعني. فبديت أفكر في مستقبلي وهالأشياء. ركبنا طيارة، أمورنا طيبة، قابلنا عوائل يعني جميلة مثل ما قلت لكم، عرضوا علينا كل أنواع المساعدة، إذا محتاجين سكن نحن بندبر لكم السكن. فبديت أخذ انطباع جميل، يعني قلت ما شاء الله يعني الأمور بتتوفر ما شاء الله، ما في مشاكل. نزلنا المطار، هناك الأمور تغيرت طبعا. أكثر السوريين عدوهم ما عندهم أي مشاكل، ولاحظت يعني في تصرفات غريبة من شرطة المطار هناك. مرة واحدة فجأة قالوا لنا أنتوا تعالوا كلنا، أنا وأمي وأبوي كلنا يعني أنا وإخواني كلهم، دخلونا في غرفة. طبعا هم يتعذرون بأعذار غريبة، يعني أوراقكم غير صحيحة، جوازاتكم مو بزينة، بنرجعكم وين ما جيتوا، أو حتى قالوا بنسفركم للصومال، سفرونا للصومال. نية الصدمة عاد، وحتى بعض العوائل السورية يعني حاولوا يتدخلون في الموضوع. ونحن في المطار طبعا أنا ياني يعني القهر، وأنا أقول ليش نحن مذلولين بهالطريقة، وكل الجوازات والجنسيات الثانية عدوهم، ونحن الوحيدين يعني الصوماليين حبسونا في المطار، ويالسين يهددونا بتهديدات ويعاملونا معاملة
يعني لا إنسانية، وكأن نحن ما نسوى شيء. ليش؟ لأنه ما عندنا حكومة، ولا في حد يدافع عنا، ولا لنا كبير. فعشان تي يعني حسيت بالظلم والقهر، وما قدرت أسوي شيء للأسف. يعني بعد ما تمينا في المطار لمدة ساعات وساعات، ودخل الوالد لمكتب ويهددونا في الأخير. يعني أكيد نحن ما نفهم، يعني يقولوا لك جوازك غير صحيح، ونحن بنسفرك ونسوي فيك ني، بس ما تفهم. هم يبون رشوة، يبون بيزات، ما تفهمها إلا في الأخير. بعدين عاد يوم يشوفونك أنت خلاص ما تفهم السالفة، يقول هي ادفع عشان تطلع برا، لازم تدفع. وأنا طبعا ما دخلت وياه المكتب، الوالد دخل وياهم المكتب، وهم هددوه وما أدري شو سووا. في الأخير طلع وهو صراحة مكسور، والله العظيم حزني ذاك اليوم. طلع من المكتب وهو مكسور، وأنا شفت لأبوي قال خلاص نقدر نروح. يعني هو يتظاهر قدامنا كأنه فرحان وحل المشكلة، بس حسيت فيه، حسيت كأنه مكسور، حسيت كأنه مدفعوه مبلغ وهو ما كان يبغي يدفع. بس طبعا ما أعرف المبلغ هذا، وهو ما بغى يعترف لنا أبدا، الله يحفظه. والحمد لله طلعنا منها وأمورنا كانت زينة، ودشينا سوريا، واستوت مواقف ثانية هناك بعد بخبركم إياها. نحن كنا عايشين في منطقة خارج دمشق، أظن في الغوطة الشرقية، منطقتنا اسمها كانت كفر بطنة. وشو تدمرت المنطقة هذه، تدمرت دمار غير طبيعي والله. يعني سبحان الله، كان شعبها طيب، شعب كفر بطنة، شعب الغوطة الشرقية. قولهم أنا صومالي حتى يخفضوا الأسعار بالنص، لأنهم شعب طيب، يحبون الصوماليين، الناس بسطاء ويدرون عنا. يعني واستوالي موقف ثاني في المعهد، موقف كان صراحة كان يمكن يقضي علي ذاك اليوم، بخبركم عليه بعد شوي، لأن المكان زحمة يا ريا، ما أقدر أتكلم هني. مرة من المرات وأنا في المعهد كان عندنا درس تاريخ، درس طبيعي حاله كحال أي دروس ثانية، بس الأستاذ كان يشرح يعني عن تاريخ الحكم في سوريا وما سوريا وهالأشياء. فأنا ما أدري شو اللي خلاني أتكلم، رفعت يدي قلت الأستاذ كيف جاب بشار الأسد للحكم؟ أعطاني النظرة قال تعولة، بس طلعني فوق عند المدير، قال له هذا عم بيسأل عن رئيس. شو؟ مين بعتك ولا؟ بس أسئلة غريبة المدير. يعني أنا قلت شو، أنا شو سويت بالضبط؟ إلا سألت، قلت يعني شيء يختص بالدرس يعني، بس كان عندي فضول، ما أدري شو اللي خلاني أسأل يا أخي. فذاك اليوم اكتشفت كلمة سورية، يعني عمري ما أنسى هالكلمة هذه، بيت خالتك. فالمدير هذا كان يعني مدير نوعا ما طيب، قال لي صراحة شوف أنت باين عليك إنسان مسكين، فبدك تروح على بيت خالتك؟ قلت له شو يعني بيت خالتك؟ قلت له أستاذ أنا ما عندي أي أجندة، ما عندي أي شيء، أنا فقط كان عندي فضول وسألت. قال لي شوف أنت باين عليك إنسان طيب، فأنصحك لا تسأل الأسئلة هذه، لأن عندنا بيت خالتك معناها تختفي، ولا حد يعرف عنك، ولا حد يدري عنك، ولا أي شيء. قلت أوف، ليش؟ عشان أنا أسأل سؤال بس؟ لا 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 لا، لا أسأل ولا أتدخل في أي شيء، خلني أنا أمشي جنب الحيط خلاص يا أبوي. والله أني من يومها لا أتدخلت في السياسة ولا أتكلمت في أي شيء. كانت هذه من مشاكل يعني في سوريا صراحة. بس غير كذي كان عندنا مجتمع صغير في مدينتنا، مدينة يعني كفر بطنة، ما أدري إذا سميها مدينة، كانت قرية يمكن. كان عندنا محلات حلاقة وما أدري شو هناك المحلات، عاد كصومالي أول ما تدخل الشاي والمشاريب
والضيافة، شعب حباب جدا ويحبون الصوماليين. الصراحة نحن الصوماليين، وأنا عايشت هذا الشيء. السوريين ما أدري في شيء يجذبني للسوريين، ويعني يحبوني بشكل سبحان الله، هذا من عند الله سبحانه وتعالى. أنا أول ما دخلت البلد ما كنت مستبشر بالخير من سالفة المطار، وكنت أقول أن هذه إذا بدايتها هذه خلاص عاد الله يسترنا من هالبلاد. بس الشعب السوري أثبت بعدين أن الشرطة شيء والشعب مختلف جدا. في يوم من الأيام وأنا في سوريا جمعت لي شوية فلوس، كنت ملان ما عندي تليفون ما عندي أي شيء، فقررت أني أنا أروح منطقة اسمها مساكن برزة واشتري لي تليفون. فسرت المحل سألته عن إذا في عنده تليفون مستعمل ولا شيء من هالنوع، وقتها كان نوكيا، كان في نوكيا ضارب عاد نازل السوق توه جديد. فقلت له أبغى أشتري تليفون هذا، ممكن أشتريه؟ قال لي ولو إيه شو بنا؟ قال لي ببيعك ما في مشكلة. المهم باع لي إياه تقريبا ما أدري ذيك الفترة عاد 15,000 ليرة، واشتريت التليفون وأنا فرحان ومستانس وما أدري شو. سرت البيت فجأة التليفون يعني ما يتصل، كاميرا تعلق، التليفون كله خربان. المهم سرت المحل عاد أبغي فلوسي ما أدري شو، قالوا ما في، بعناك مرة واحدة خلاص روح. قلت روح عيل، ليش ما في قانون؟ لا أنا برجع حقي بالقانون إن شاء الله. في مساكن برزة فوق في منطقة أظني أتذكر على حسب ما أتذكر يعني منطقة اسمها حرنة، كان في مخفر شرطة هناك. خذيت أول تاكسي من مساكن برزة، قلت له يا أخوي خذني على مركز الشرطة على طول. قال شو بدك تعمل هني؟ قلت له ما عندي سالفة، كنت ذاك اليوم حزين ومكتئب وحالتي حالة واتنصب علي. صرت المخفر يا الربع، المخفر جنة قهوة، حاشية، عصابة، ما أدري شو أقول عنهم يعني. كل واحد يشرب القهوة ويالس ويسولفون، وأنا دخلت عليهم مرة واحدة. طبعاً تم يعني كان صار لي فترة في البلد، فقلت له ممكن أقدم بلاغ بعد إذنك؟ نادى على واحد ربيعي، يا فلان تعال شوف شيقي هذا. بديت أخاف أنا الصراحة، تجمعوا علي 5-6 ضباط، قالوا شو بدك؟ قلت له أبغى أقدم بلاغ. بدك تقدم بلاغ؟ أنت من وين ولا؟ فعاد ترددت ثواني شي، ترددت إذا أنا قلت لهم إماراتي بيحترموني، بس يمكن يطلبوا مني أوراق عاد ما أدري ما عندي شيء. بس إذا أنا قلت لهم صومالي بتنزل مكانتي حسب أنا يعني، لأني عشت في البلد فترة وأعرف يعني. قلت لهم أنا صومالي، بدأوا يضحكون ضحكة غريبة ويزقرون ربعهم، تعال شوفوا هذا صومالي بدي أقدم بلاغ. وبدأت الضحكات والمسخرة علي، وأنا صراحة خفت على حياتي. انقلع ولا؟ قال لي مرة واحدة انقلع ولا. أقول له ليش أنا أبغى أقدم بلاغ؟ صاحب المحل أنا أعرفه، والمحل هناك في مساكن برزة ونصب علي وعندي شاهد يعني كان وياي يوم اشتريت التلفون. قالوا انقلع قبل أن نحبسك. أنا جاي أقدم بلاغ، ما في حقوق البلد، ما في، ما تقدر تأخذ حقك في البلد هذا ولا شو السالفة؟ ما قدرت. المهم أنا قسم بالله لحظة من اللحظات تمنيت أنا بس أطلع سالم من المكان هذا، ولا أقدم بلاغ ولا تليفون ولا غيره، لا 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 طلعني بأمان والله يسلمني من هذين الناس، شكلهم ناس ظالمين وما يحترمون حقوق الفرد، وخاصة إذا واحد جاي من بلد يعني ما عنده حقوق ولا أي شيء. فالحمد لله لا قدمت بلاغ ولا شيء، أنا قلت أطلع بحالي، الحمد لله ما أنحبس ولا أي شيء. المهم طلعت من المخفر وقلت الله لا يبارك فيه ذاك اللي نصب علي، دعيت عليه وخلاص روحت بحالي. رديت البيت وأنا حزين، وأمي تسألني شو بلاك شو فيك، ما خبرت أي حد، يمكن عائلتي حتى ما تدري عن السالفة هذه، أنا الوحيد، وهذه أول مرة أنشرها الصراحة. إنزين يا ربع، هذا كان فيديو اليوم يعني فيديو خفيف فضفضة، حبيت أسولف، حبيت أتكلم وأقول اللي في داخلي. وايدين يسألون يعني عن عيشتي في سوريا كيف كانت، طبعا أنا أوجه لهم
تحية خالصة كل السوريين المتابعين، عاد المتابعين زادوا، والحين ما شاء الله من كل مكان، من أمريكا وصلنا لأستراليا، وصلنا لموريتانيا ما شاء الله. من هالمنبر أبغي أوجه تحية كبيرة لواحد تعرفت عليه من خلال يوتيوب في مدينتي هني، اسمه بافيان، بحط لكم قناته هني بافليو، وإن شاء الله بحط اللينك بعد تحت في صندوق الوصف. أتمنى تشتركون في قناته وتدعمونه، لا تستغربون يعني أنه عنده أكثر مني 50,000، بس نبغي تفاعلات لأنه شاب طيب جدا، أنا تعرفت عليه صراحة من خلال يوتيوب، وما يقصر يعني نساعد بعض ويساعدني في بعض الأشياء إن شاء الله في المونتاج، ونتعاون في المستقبل. في شيء غريب. المهم يا الربع، أشكركم جدا على المتابعة والدعم المستمر، لا تقصروا علينا، وأبغيكم تدعمون الفيديو هذا بلايكات من ذاك الزين. عاد كان وياكم ناجح، أتمنى تكونوا كلكم ناجحين. السلام عليكم.